يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صلاة الرجل مع زوجته وأبنائه في البيت تعد من الجماعة إذا فاتتهم الصلاة في المسجد؟ إذا كان له أبناء ذكور مميزون فتنعقد بهم الجماعة، أما المرأة لا تنعقد بها الجماعة مع الرجل، لكن تصلي معه من باب المتابعة، وأما انعقاد الجماعة فلا تنعقد بامرأة مع الرجل، لكن إذا كان أبناؤه مميزون فإنها تنعقد بهم الجماعة. نعم.